احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلُك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينالُ عهد الظالمين صدق الله ومن أصدقُ من الله قيلا أحبتي في الله ما زلنا مع قصة وعبر ونحن اليوم مع أب الأنبياء مع خليل الرحمن الذي اصطفاه سبحانه وتعالى ورزق هذا الانسان العظيم الخله وادعته كل مله من الملل. النشاه الاولى لخليل الرحمن نشاه عراقيه يعني في العراق حيث الحضاره يعني حضاره بابل ثم انتقل الى الشام حيث الاشوريين وحضاره الشام وما في الشام من تاريخ ثم ذهب وزوجه ساره الى مصر. حيث حضاره الفراعنه يعني هو تنقل ما بين ثلاث حضارات لها قطاع كبير في التاريخ الاغرب من الخيال كان يعني المعتقد او كما درس لنا ونحن صغار وما زال يدرس لابنائنا ان المدنيات والحضارات تنشا على ضفاف الانهار وحيث موارد ومنابع المياه والخضره وكان يعني لو انشا الخليل شيئا في العراق لما عاب عليه احد أو في الشام لشجعه الناس أو في مصر ربما لكن الأغرب أنه ترك حضارة العراق حضارة بابل والحضارة اللي في الشام وحضارة الفراعنة في مصر وذهب إلى مكان عجيب وادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم إذا السؤال الذي نطرحه دائما الحضارات تنشأ في الخارج أم في الداخل يعني خارج الإنسان أم داخله اكتشفنا حقيقة من القرآن وهكذا قصص القرآن يعلمنا وهذه أول عبرة في هذه القصة أن حضارة الإنسان ومدنيته من داخله يعني من داخله يعني القضية لم يعتبر أن سيدنا إبراهيم كان مجرد يعني أنه منشئ حضارة في مكان هو يعج بالناس لكن هو ذهب إلى صحراء لا أنيس ولا جليس ولا تعج بالناس ولا منابع مياه ولا ضفاف انهار ولا شواطئ بحار ولا غابات ولا خضره يعني يعني بيئه قاحله يعني لك ان تتخيل مكه هذه منذ سبعة آلاف سنه كيف كان منظرها يعني منذ الاف السنين عباره عن جبال موحشه وارض يعني يعني لا يعني ليس فيها معلم من المعالم فسيدنا ابراهيم اثبت لنا في هذه القصه وفي قصته وفي تاريخه والقرآن هو الذي يثبت لنا وهو حقيقه ان الحضارات تنشأ من الداخل يعني اذا ان الانسان لا يهتم بمظاهر الامور يهتم الاول بالايه بالداخل فاذا نشأ الانسان حضاريا متحضرا من داخله حتى لو وجد في قلب الصحراء فالحضاره ان يكون الانسان موصولا برب العباد عز وجل العجيبه الثانيه واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا المثابة هي الرجوع يعني أنا أقول ثاب الإنسان إلى رشده إلى رشده يعني رجع ثاب الإنسان إلى عقله يعني عاد يثوب الإنسان إلى البيت يعني يرجع إليه طيب وإذ البيت مثابة للناس وأمنا الله هو سيدنا إبراهيم كان عند البيت أولا ثم ذهب إلى الشام ثم عاد مرة أخرى أبدا لو أول مرة يأتي إلى هذا المكان يعني رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه اذا قضيت مثابه يعني رجوعا رجوعا لمن؟ كان القران وهذا هو الدرس الثاني والعبره الثانيه كان القران يقول لنا ايها الضال الشارد يا من شردت عن تعاليم الله وعن تعاليم السماء يعني حطمت الاوامر وارتكبت المناهي هذا البيت مثابة لك عندما تريد ان تتوب يجب ان تؤوب وتعود الى هذا البيت. طب يا رب والفقير الذي لا يستطيع او لا يملك اموال العمره ولا اموال الحج، كيف يتوب ويؤوب؟ كل يوم خمس مرات يتوجه الى هذا البيت كي يثوب الى رب العباد قائلا مع تكبيره الاحرام الله اكبر يعني يا رب انت اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء واهم لي من كل شيء. وانا حريص ان اكون في طاعتك، حريص ان اكون بعيدا عن معصيتك، واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا، اذا هذا البيت انت يا قريب منه توجه اليه بنظرك، وانت يا بعيد عنه توجه اليه ببصيرتك، البصر لمن هو حول الكعبة والبصيرة لمن هو بعيد عن الكعبة. إذ يعني الله عز وجل اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، الله الابتلاء هو الاختبار. والاختبار ياتي احيانا بالنعمه وياتي احيانا الاختبار بالنقمه يعني الانسان قد يرى ان شيئا ما نعمه ال الذي ليس له ولد يتمنى ان يكون له ولد فاذا جاءه الولد ظنه الانسان نعمه اذا بهذا الولد قد يصير عليه فتنه ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم اذا ممكن يكون هذه النعمه التي انا اراها صوره من صور الاختبار الصعب الذي قد أرسم فيه وقد تكون النقمة في ظاهرها بلية ولكن هي حقيقتها حقيقة نعمة لماذا؟ لأنك تنظر إلى هذا الولد الذي عندك وقد ارتفعت حرارته وخافت أمه ووجب قلبك خشية عليه وصلت حرارته إلى الأربعين تعمل إيه؟ أنت في حالة اضطراب أنت فكرت في حرارة ولدك فقط حرارة هذا الولد لها قصة قصة كبيرة وعجيبة جدا ما هذه القصة سوف يأتي طبيب ليوقع الكشف الطبي على ولدك هذا له ايه اجر لان اهله اهل هذا الطبيب انفقوا عليه جل امواله وما ملكون حتى يتخرج من مدرسة او كلية الطب ثم يصف الطبيب الدواء لولدك فتذهب انت الى الايه الى عالم الفارماكولوجي او عالم الادوية او الصيدلاني تذهب الى الصيدليه فتاتي بايه فتاتي بالدواء هذا الصيدلي ايضا انفق عليه طب هذه الادويه التي اشتريتها وراءها مصانع ومركز ابحاث وسبحان الله مصانع تصنع العبوات ومصانع تصنع الكيماويات ومصانع تركب هذه ومصانع تعمل العلب التي توضع فيها ثم تنتقل هذه الادويه عن طريق وسائل نقل طائرات او سفن او بواخر او ادوات نقل بريه او غير ذلك فهذه ايضا تعمل فيها هيئات ومؤسسات الاوراق التي تكتب فيها هذه الوصفات الطبية التي هي موجودة في الطيات العلب مصاحبة للزجاجات التي توضع فيها الحبوب او الحقن او اي نوع من الادوية عندئذ هناك فريق كامل هذا الطبيب له في في مستشفى ممرضات وممرضين وشؤون اداريه وشؤون قانونيه وعلاقات عامه وموظفين ووسائل دعايه ووسائل اعلام كل هؤلاء من أين رزقهم ومن أين طعامهم لولا أن ولدك ارتفعت حرارته إلى درجة الأربعين لكن أنت تنظر إلى قضيتك أنت تظن أن الكون محصور فيك لا الكون أنت جزء من الكون أنت جزء من هذا الكون والله عز وجل جعل الناس يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا إذا الدفع الناس بعضهم ببعض ان هذا ينفع هذا وذاك ينفع هذا سبحان الله فانت لا تحتقر مهنه من المهن يعني تقول أه الله هذه مهنه كذا وتشيرها كذا بانك تستقله طب بالله عليه لو ان هذه المهنه التي انت تستقلها اضرب صاحبها لو اضرب الكناسون في بلادنا كيف شوارعنا؟ لو اضرب عم عمال الصرف الصحي عن العمل اسبوعا ها ماذا تكون النتيجه؟ اذا الناس يعني الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا فإذا الابتلاء قد يأتي في سورة نعمة وقد يأتي في صورة ايه بلية بما ابتلى إبراهيم ربه رب العباد بما ابتلى يعني في قراءة لأبي حنيفة يقول وإذا ابتلى إبراهيم ربه يعني رفع إبراهيم ونصب لفظ الجلالة يقول يعني وإذ دعا إبراهيم ربه دعوات معينة وانتظر حتى يرى هل يجيبه رب العباد إليه أم لا يجيب؟ لكن جمهور القراء على إيه؟ على نصب إبراهيم ورفع لفظ الجلالة وإذ ابتلى إبراهيم ربه إني جاعلك للناس إماما. سيدنا إبراهيم دعا رب العباد من باب الحنو قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. إذا سيدنا إبراهيم كان سبحان الله لما اختبره رب العباد عز وجل قدم جسده للنيران وقدم طعامه للضيفان وقدم ولده للقربان وعندئذ مدحه الرحمن قائلا وابراهيم الذي وفى ابراهيم الذي وفى بكل ما طلب رب العباد منه ابراهيم الذي وفى بكل ما امره رب العباد ونحن يجب ان يكون الواحد منا ابراهيميا النزعه ينفذ ما أمر رب العباد سبحانه وتعالى فأنت في طاعة الله يعني تمرح وتسرح وتتحرك وبعيدا عن طاعة الله تتعب وتكد وتكتئب، نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسال الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين به آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا من الذين يتوكلون على الله حق التوكل، كما كان الخليل الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما، وانظر أنت في هذا الشهر الكريم إلى ولد من أولادك أو إلى بنت من بناتك وقل هذا سوف اجعله اماما ان شاء الله من الائمه يؤم الناس الى الخير وياخذ بايدي الناس الى طريق النا... الى طريق رب الناس ان رب العباد على ما يشاء قدير تقبل الله منا ومنكم ولا تنسونا من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.